ومن ذلك ما ذكره بيلينك، من ما ذكره جلادويل وهو عالم أمريكي في كتاب له اسمه لمحة البصر، اطلعت عليه أو على تلخيصه اليوم حتى أقف على هذه القصة بالتفصيل. له كتاب اسمه بلينك، أي لمحة البصر، مالكوم جلادويل، وهو يؤمن بنظرية اللاشعور عند داروين، عند فرويد، والتي ذكرناها في المرة الماضية. قال إن الحدث التجريبي موجود في الحياة ولا يحتاج إلى مقدمات عقلية ولا إلى فحوصات مخبرية. وذكر أن متحف جيسي في لوس أنجلوس في أمريكا، ولوس أنجلوس هي عاصمة كاليفورنيا في أمريكا، أحضروا تمثالا من اليونان من متحف أثينا ب10 ملايين دولار، على أنه على أن عمره يعود إلى 550 قبل الميلاد، تمثال كبير. وأعلن عن هذا التمثال وجاء الخبراء أو جاء الناس الزوار لينظروا إلى هذا التمثال الذي عثر عليه في اليونان. فجاء أحد الخبراء وهو رئيس المتحف الأثيني، رئيس المتحف الوطني في أثينا، فلما رآه، واسمه بنس، لما رآه قال هذا مزيف. مزيف؟ قال نعم هذا مزيف. كيف عرفت أنه مزيف؟ قال من خلال النظرة الأولى. قال نريد برهان. قال قلت لكم مزيف وابحثوا عن البراهين بأنفسكم. فأتوا بالخبراء وتم اختبار التمثال وفحصه بالكربونات، الكربون 14 وغير ذلك، فوجدوا أنه بالفعل كان مزيفا. فإذا الحدث التجريبي موجود، ولا يمكنك أن تحكم على إنسان بأنه جيد أو غير جيد في أي مجال علمي طبيعي إلا إذا كانت لديه خبرة. ولذلك يقول الله تعالى ولا ينبئك مثل خبير، وقال تعالى فاسأل به خبيرا.